أخبار فلسطين باختصار. استشهد 16 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. القصف الإسرائيلي استهدف أيضا منطقة عباس شرق خان وأسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. إصابة 5 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري وعمدت إلى تخريب الممتلكات ونشر القناصة في البنايات. قوات الاحتلال تقتحم نابلس شمالي الضفة من محوريها الشرقي والغربي وتسير دورياتها في المدينة. الاقتحام أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة ألقيت فيها العبوات الناسفة ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. فيدان رفض تبرير إسرائيل شن هجماتها لأسباب أمنية مشددا على ضرورة إيقاف الإبادة الجماعية في غزة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبلغ نتنياهو أنه لا يوجد حل عسكري بشأن مصير حماس وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك. مسؤولون أمريكيون قالوا إن إدارة بايدن تحاول تحضير مع قادة إسرائيليين آخرين لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو. إلى اللقاء باختصار آخر.